فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ نعم، التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة، إنما هي سنة، إن سمى الإنسان فحسن وإن لم يسمي فلا شيء عليه، لأن الحديث الوارد بهذا قال فيه الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكرون البسملة، فالصواب أن البسملة في الوضوء سنة وليست بواجبة. نعم.